فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي الصديقان اللدودان، هل فعلا طبعا أول في علاقة صداقة قوية جدا جمعت بينهم وعلاقات فنية ويعني وأعمال فنية مشتركة أحيانا، ولكن هل فعلا حصل خلاف بينهم؟ أصله يعني كان في وقتها مدرستين، بالضبط. يعني المدبوليزم وفؤاد المهندس ومدرسة فؤاد المهندس، وكان اللي بيدخل مسرح فؤاد المهندس ده تلميذ في مصر، في يعني تلميذ عند فؤاد المهندس، تلميذ في مسرح فؤاد المهندس، وفي تلاميذ عبد المنعم مدبولي، يعني تحس انه ده ليه اتباعه وده ليه اتباعه، بالضبط. طيارين يعني مهمين. هو لما نتكلم عن فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي كأننا بنتكلم عن نجيب الريحاني وبديع خيري. الاثنين انا بمس يعني القطبين او القطبين دول او اقطاب المسرح، ما يعني الاثنين دول كانوا قدروا يعملوا شغل نجيب الريحاني وبديع خيري. الاثنين بدأوا تقريبا في سكة واحدة من ساعة قلبك، وبعد كده عملوا مع بعض مسرح. انا عايز اشوف ان كان في صداقه قويه جدا بين الاثنين، فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي. وده معظم مسرحيات فؤاد المهندس اخرجها عبد المنعم مدبولي، زي انا وهو وهي والسكرتير الفني وحاجات كتير، يعني حاجات كتير قوي اخرجها، الى جانب اشتراكه معاه في الافلام. يعني ما ننساش فيلم مطارده غراميه اللي هو اللي كان هو غاوي، يعني كان هو الدكتور خشبه فؤاد المهندس في عبد المنعم مدبولي في الفيلم. وافلام كتير، افلام كتير، يعني ما نقدرش نعدد الافلام او الاعمال الفنيه اللي عملوها مع بعض سواء في الاذاعه او في المسرح والسينما. وفضلت العلاقه قويه جدا لاخر يوم، لاخر حياتهم. لكن يبدو ان كان في خلاف، والخلاف ده ما كانش يعني كان خلاف طفيف وراح لحاله. لما اختلفوا عن ايه؟ فوازير عمه فؤاد كان بيعمل فوازير عمه فؤاد، طبعا فؤاد المهندس لمده 18 سنه. وفوازير دي بقى حكايه كمان. طب فاختلف على حاجات هو كان طالبها يعملها عشان يجدد فوازير عمه فؤاد. فللاسف ما رغبه او طلبات فؤاد المهندس لم تستجب، فاعتذر عن الفوازير السنه دي، وكانت سابقه لم تحدث من قبل. طب الناس هتعمل ايه؟ الناس متعوده على فؤاد عمه فؤاد، ده صغيرين وكبار. فجت فكره انهم يعرضوا الفكره على عبد المنعم مدبولي. فبالفعل عبد المنعم مدبولي وافق، وعمل جده عبده لمده سنتين. جده عبده راح مكتبته، جده عبده زرع ارضه. طبعا فؤاد المهندس يعني هو كان بيحكي، الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي في احد الحوارات التلفزيونيه، وقال هو زعل مني شويه لكن اصطلحنا ولا كاني في حاجه، لان حتى هم كانوا المفروض ان يبقى في، يعني ان انا جيت مجرد بسد خانه لعبد الفؤاد المهندس، ما باخدش منه حاجه، ما باخدش مكانه، لان ما فيش حد، شوف الكلام الجميل بقى، ما فيش حد يقدر ياخد مكان فؤاد المهندس حتى لو كان عبد المنعم مدبولي. الله. وسرعان ما داب الخلاف، وكان خلاف او عتاب مش خلاف بمعنى وكان الخلاف. كان الاثنين عاملين فوازير حلوه قوي، عمه فؤاد بيلف بلاد، وعمه فؤاد رايح يصطاد، ويعني ايه ده، كان حاجه عظيمه. وجده جدا. عبده زرع ارضه، وجد يعني عبده راح وراح مكتبته، مدرسته ولا راح مكتبته. يعني لا لا لا، يعني حاجه عظيمه جدا يعني. جدا لغايه دلوقتي يا استاذه انجي، محتاجين احنا حاجات للاطفال هم زي دي، بنتفرج عليها كنا لغايه كبار او اطفال بنتفرج عليها مع بالظبط، بعض. بدليل ان لما بتعرض الان الناس بتتفرج عليها وبيعيدوا اكتشاف هذه الأعمال من جديد، بيعيدوا اكتشافها وبيعيدوا تقييمها ونقدها من أول وجديد، لأنها أعمال كنوز فعلا. طبعا فؤاد المهندس وشويكار ثنائي يعني لا يمكن تفريقه، جمعهم الحب وجمعهم الفن وفرقهم الحب. بالظبط. بس يعني انا اعتقد انه بعد الرحيل، قبل رحيل فؤاد المهندس، كان يعني جمعت بين فؤاد المهندس وشويكار علاقه صداقه، وكانت اعتقد شويكار معاه حتى اللحظات الاخيره كصديقه. طبعا هي من اجمل العلاقات الحب اللي الناس حبتهم مع بعض، فؤاد المهندس وشويكار، ويمكن الثنائي الفني الوحيد الكوميدي كبطلين. يعني كان فيه ثنائيات فنيه ما كانوش كابطال، كمجرد كانوا ظهور في السينما، انما كبطلين بيشيلوا روايات وبيشيلوا افلام ما حصلتش الا مع فؤاد المهندس وشويكار. العلاقه بدات من بعض من لما السيد بدير المسرحي الكبير، استاذ سيد بدير، عرض على شويكار، شافها فيلم حب الوحيد
مع عمر الشريف ونادية لطفي، تشتغل في المسرح. قالت له انا مش بتاعه مسرح انا قال لها طب احنا عاملين فرق مسرح، فرق في التلفزيون، فرق مسرحيه، وهتشوفك عبد المنعم مدبولي وهتشتغل وانا هخرج لك سيد بدير، كان هو المفروض اللي يخرج مسرحيه السكرتير الفني اول لقاء بينها وبين فؤاد. قالت له مين اللي هيقف معايا؟ فؤاد المهندس. هي ما كانتش تعرف فؤاد المهندس، عشان تعرف تشوفه راحت اتفرجت له على فيلم الشموع السوداء، فحست انه لا مش ما ده لا لا ده 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 هو ده بيضحك، لا ده ما ضحكنيش في البدايه كده. لكن بعد كده سيد بدير اعتذر عن اخراج المسرحيه لانشغاله بفرق التلفزيون، واسند المسرحيه اللي عبد المنعم مدبولي اخرجها، ومن هنا بدات قصه الحب بينه وبين شويكار في السكرتير الفني. بدات على خشبه المسرح، لكن اتجوزها على خشبه المسرح، او عرض عليها على خشبه المسرح. ايوه، في مسرحيه انا وهو وهي لو تفتكر حضرتك، هما نايمين على المسرح كده وقدام الجمهور وبيقول لها وبيتكلموا مع بعض. فهمس لها كده قال لها تتجوزيني يا بسكوته. طبعا عبد المنعم مدبولي في الكواليس عارف، فنازل لهم موسيقى تناسب الموسيقى، ما كانتش اساسا في المسرحيه، هو حس بكده فنزلهم الموسيقى الرومانسيه اللي تناسب الحدث، وبالفعل خرجوا من المسرحيه واتجوزهم في 62 او 63 تقريبا، وكان زواج يعني اثمر على اعمال فنيه عظيمه في تاريخنا كل لغايه دلوقتي، هذه الاعمال احنا عايشين فيها، سينما وتلفزيون ومسرح ودراما، حقيقي حاجات في منتهى الجمال. انت شايف ايه ذروه هذه الاعمال، ذروه الجمع بين او التعاون بين فؤاد المهندس وشويكار فنيا؟ طبعا سيدتي الجميله، مسرح سيدتي الجميله دي انا بشوف انها ذره اعمالهم بصفه عامه، دي حدث فني. سيدتي الجميله دي يعني انا يعني تم رجوع الناس للمسرح بسبب هذه المسرحيه بعد هزيمه يوليو. يعني الناس بدات ترجع عايزه تضحك في بسبب سيدتي الجميله، هذه المسرحيه اللي اعادت البسمه للمصريين كلهم، ولغايه دلوقتي انا بشوف انها مسرحيه معموله بطريقه يعني ما فيهاش غلطه نقديا، فنيا، جماهيريا، حتى ان شويكار كانت في افضل حالاتها الابداعيه، ولغايه دلوقتي الناس يعني ما تشوفش شويكار صدفه بنت بعض شيء. الشخصيات اللي موجوده حتى انها يعني من اشهر سيد زيان خلاص. سيد زيان والله يرحمه فاروق فلاوي، الفنان فاروق فلاوي كسر ربنا يديله الصحه، يعني من الشخصيات العظيمه جدا هي دي. وفي السينما يمكن انا بشوف ان في السينما في رايي فيلم ارض النفاق كان جميل جدا. لسه كان بيتعرض قريب. انا كل ما بيتعرض الفيلم ده بشوفه تاني لانه يعني ليه معاني قويه جدا، وهو كان ذكي جدا ولماح وعنده الوعي انه امتى يختار العمل وامتى يقول على ده لا او امتى يقول على ده ايوه، ومش اي حد عنده الجرأة انه يقدم روايه زي ارض النفاق. بالظبط، يعني شوفي ارض النفاق وهو فنان يعني كوميدي، يعني عملوها بشكل كوميدي قد ايه الناس اقتنعت بيه قوي، واقتنعت وهذا الفيلم الافلام اللي عايشه لغايه دلوقتي واللي بيتضرب بيها المثل.